اهلا يا رانيا، ازيك؟ مساء الخير. مساء النور. قولي لي، انت ابنك عنده مشكله او بنتك عندها كنت عايزه مشكله اسال او فرط بس. حركه؟ اتفضلي الدكتور معاكي. تمام، كنت عايزه اسال بس. عندي بنتي عندها 2 سنين وحركتها مبطل تكسير، وكل حاجه تهبطها واي حاجه تنفسها ترميها في الارض. حتى اختها، وعندي بنت تانية عندها 5 شهور بتهبط فوق بطنها وحركتها كتير قوي، مش عارفه اتعامل معاها. ولما اقول لها ده غلط واضربها مثلا على ايديها او كده تتنرفز وترمي اي حاجه في ايديها وتهبل على الحيطه، ومش عارفه اسيطر عليها خالص. عندها 2 سنين يا رانيا؟ اه، وبتضربيها؟ بضربها ضربه صغيره كده على ايديها بس بتتنرفز وبتتعصب او اشخط فيها او كده. طب اتفضلي، عندك اي سؤال ليها؟ رانيا، انت كنت بتاخدي ادويه معينه وانت حامل؟ لا، ما انا ما عنديش حاجه، بس باخد يعني الفيتامينات العاديه دي والحاجات العاديه دي كده بس. تمام. ال 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 الولاده كانت طبيعيه ولا قيصري، وكانت في الشهر 9 ولا 7؟ نعم، الولاده بتاعت حضرتك طبيعي ولا قيصري؟ لا، في التاسع. طبيعي، التاسع. طبيعي. اوكي، ماشي. يعني بصي، طيب هنا هو شكرا بقى ليك يا استاذه رانيا. ده الجين الوراثي بتاع الاتنشن ديبست، يعني هي جايه جين يعني وراثي. احنا نحينا عوامل ان هي في تعرض لاشاعات، او الولاده كانت بالجفت مثلا، او كانت قيصري، او في مشاكل في الولاده، او العقاقير. يبقى ان هو العامل الوراثي. 65% من اللي عندهم اتنشن ديبست ديز اوردر بيبقى بيبقى عامل وراثي موجود. طيب، هنا اتكلمت في الضرب، يعني عندها 2 سنين وبتضربيها، امال حضرتك لما يبقى هي عندها بتقول لك 12 سنه يعني ولا بتعملها كده على هتجيب لها مدفع ايديها هاون؟ يعني يا فندم، بصي، الضرب من اكبر الكبائر في العمليه التربويه، الضرب. ده حتى لو الضرب صغير، حتى لو حاجه لا خالص تذكر يعني. خالص ده حتى احنا لقينا ان في اطباء، انا اعرف ناس كانوا زمايلنا، يبقى داخل بيدرس اناتومي في الجراحه مثلا، مش قادر يمسك المشرط، لما جينا حللنا لقينا عنده تهتك في اوتار الايد نتيجه انه كان بيتضرب عليها وهو صغير. فشوف يتدمر مستقبله ازاي. ده موضوع مش بسيط يعني، حتى الحركه دي ما ينفعش تتعمل. طبعا طبعا، مفيش ضرب خالص للاولاد طبعا. الضرب على الاطفال ده بيعمل له شرخ نفسي ووجداني بيفضل معاها العمر كله، واثاره بتدوم مدى الحياه. وبالمناسبه، لما الطفل بيلاقي الاب والام بيضربوا، بيبقى ده اعتراف ضمني منهم ان هم بيفشلوا في اساليب التربيه، فبالتالي بيلجأوا للضرب. فده خلاص بيطلع عارف ان مفيش اب وام بالنسبه له، الناس لا تؤدي الدور التربوي. بالاضافه بقى، لو انا بسيطر على ابني بالضرب النهارده عشان هو صغير وضعيف وانا راجل مفتول العضلات، طب لما قالت الزمن تدور وابقى انا راجل كبير وكهل وهو اللي شاب قد كده، العلاقه هتبقى بالعكس. هسيطر عليه ازاي؟ خلاص مش هيبقى فيه سيطره. ده هو اللي هيعمل رد فعل. عشان كده هوت يعني بنشوف ساعات اولاد بيتطاولوا على اهاليهم. ليه؟ انت اللي مغذي عنده ثقافه العنف، وانت اللي اقريت بقانون التعامل معاه ان يبقى فيه ضرب، فبالتالي لما هو تملك انه يضرب بقى يضرب. بلس ان دايما الطفل اللي بيتضرب ده بيبقى عنده انخفاض في مفهومه نحو ذاته، ما عندوش مشاركات اجتماعيه، ما عندوش اقدام على اقامه علاقات انسانيه، بتلاقيه فاشل اجتماعيا ومهزوز. يعني لما بيجي يتجوز، حاجه من اتنين، يا اما بيعمل بما يسمى باعاده انتاج السلوك، يعني يضرب مراته ويضرب اولاده نفس باعتبار اللي كان ان هو ده الاسلوب الامثل اللي اتربى عليه، يا اما بيطلع جيل مفرط وما بيرضاش يمد ايده على حد نتيجه العقده اللي عنده في التربيه. يبقى عنده اكستريم في الحالتين، يا بالزبط. اما بيضرب قوي يا اما شايل ايده من الموضوع خالص عشان مش صحيح. عايز الاطفال يجي لهم عقده. ايوه، اساليب كتير للصواب والعقاب تربويه، الاحرى بينا ان احنا نستخدمها مع الاولاد اكتر من الضرب. طيب، دي رساله مهمه جدا لكل الامهات، انه الضرب مش بيتجزا ضرب بسيط او ضرب فيه عنف، لا، هو الضرب بصفه عامه هيسيب جواه اثر نفسي هيطلع عليه لما يكبر. فيا جماعه ارجوكم بلاش ضرب، خصوصا لو طفل عندها 2 سنين، حتى الحركة دي طلعت هتأثر عليها نفسيا. الضرب لا يتجزأ نهائيا، لأنه هيسيب أثر نفسي هيطلع عليه في المستقبل، وانت أكيد عايزة ابنك أو بنتك يطلعوا سويين نفسيا. طيب يا دكتور وليد، لو أم عندها طفلين، واحد منهم عنده مصاب بفرط الحركة أو الـ ADHD، تتعامل معاه إزاي عشان ما يحسش إن هو مختلف، وإن هو يعني الناس رافضينه، وإن هو أوحش حد، وإنه التاني أحسن منه؟ هو بص، دايما وابدا نبعد عن المقارنات مع الاولاد خالص. مفيش، انا بتكلم أفضل على المعامله، يعني ممكن تكون خالص بتعامل خالص ده خالص كويس جدا، وتيجي عند ده تبدا تزعق وتشخط فيه وتعاقبه على طول وهكذا. ايوه، يعني هنخلي دايما الاتجاهات النفسيه في التعامل مع الابناء لازم تبقى واحده.